صباح الخير مجددا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك. اهلا بكم من مرفق بيروت. و في هذه الجولة الوزارية التفقدية لمرفق بيروت ولمكان الحاويات يلي ترفع بها في عن البواخر، بواخر النقل بطبيعة الحال، وتوضع في هذا الميناء الكبير والضخم جدا في هذه الجولة الوزارية بعد مؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بصحبة وزيري البيئة ناصر ياسين ووزير السياحة أيضا، بالإضافة إلى وجود عدد من الإداريين في مرفق بيروت وعدد كبير من الإعلاميين يلي عم ينقلوا هذا إعلان كما سميناها المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل مرفق بيروت أو مركز الحاويات في مرفق بيروت. وبطبيعة الحال هذه الجولة يلي عم بيقوم فيها الوزراء في هذه الأثناء تفقدية، ربما زيارة لبعض الأقسام، وبطبيعة الحال عم ينتقلوا من قسم إلى آخر سنواكبهم بهيدا النقل عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي في هذه الجولة التفقدية. يبدو أنه خلينا رواد عم يطلعوا بسياراتهم، بالسيارات حيكفوها بالسيارات. إذا رح نكمل هذه الجولة مباشرة على الهواء داخل مرفق بيروت. خليني أنا أخذ عنك وطلع بالسيارة. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الجولة التي قرر القيام بها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية برفقة الإعلاميين وبرفقة وزيري السياحة والبيئة. نزل لي الشباك. من داخل مرفق بيروت يعني كلنا بنعرف قديه لحقت الأضرار بشكل كتير كبير بالمرفق نتيجة الانفجار الكبير يلي حصل بأربعة آب من العام 2020. إذن مشاهدين الكرام، نذكر بالمؤتمر الصحفي اللي عقده وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية واللي أطلق فيه المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وتجهيز الحاويات أو يعني الأجهزة يلي بتنقل الحاويات في مرفق بيروت. وبطبيعة الحال هيدي المناقصة أطلق الوزير حمية ووعد ب عدد كبير من الإنجازات، وهذه الزيارة راح تتكرر كما ذكر في مؤتمر الصحفي إلى كل المرافق العامة ومن بينها مطار بيروت وكافة المنشآت يلي بتكون تحت إدارة وإشراف وزارة الأشغال. إذن من إذا كان أيضا ذكر الوزير حمية بأنه هناك مساعي حسيسة من أجل عودة تشغيل مرفق بيروت كما كان عليه في السابق قبل الانفجار. وبطبيعة الحال البعض يمكن عم يعتبر هيدي الزيارات للوزراء على أنها استعراضات إعلامية، ولكن الوزراء بطبيعة الحال بمختلف وزاراتهم قاموا بهذه الجولات على كل مراكزهم. يعني شفنا وزير الصحة بعدة جولات على عدد من الوزارات من المستشفيات الحكومية، شفنا أيضا وزير الأشغال العامة بهذه الزيارة يلي لازلنا عم نغطيها بهذه الأثناء عبر SBI، وأيضا كان هناك
يعني مساعي من وزارة الداخلية من أجل فرض الأمن. كل هذه مثل ما يقال يعني أو أصبح معروف عند وصول كل حكومة جديدة وتسلم كل وزراء مهامهم أنهم يقوموا بهذه الجولات، وأنهم أيضا يبينوا أو يجربوا يعملوا تغيير أو أنه إدارة جديدة بعهدتهم أو بعهدهم من وقت تسلموا الوزارة. بطبيعة الحال مرفأ بيروت تضرر بشكل جدا ضخم نتيجة الانفجار الكبير يلي لازلنا عم نلملم جراحه إلى هذه الأيام، وبطبيعة الحال هيدي الأضرار لحقت بعدد كبير جدا من الشركات يلي أيضا كان إلى إما حاويات داخل المرفأ أو إما كانت من الشركات النقل وإما أيضا من اللي شركات الشحن ونقل البضائع. بطبيعة الحال أيضا العمال يلي يعني صرف عدد كبير منهم نتيجة هذا الانفجار، وطبعا الأهم من ذلك كله هو الشهداء يلي قضوا بهذا التفجير ويلي فعليا يعني لازلنا لليوم عم نبكي على العدالة يلي ما تحققت حتى هيدي الأيام بهيدي القضية. إذا نحن متجهين بهيدي الأثناء إلى الأهراءات، إلى محيط الأهراءات، أهراءات القمح يلي تضررت بالانفجار ويلي أيضا حمت قسم كبير من العاصمة بيروت من التفجير ومن يعني كم كبير جدا من الدمار يلي كان ممكن ان يتسببوا الانفجار، ولكن الاهراءات حميت قسم كبير جدا من العاصمة بيروت لان كانت على اطراف هيدي او شكلت يمكن مثل جدار صد بوجه هيدا الانفجار والشظايا. اذا وصلنا الى امام الاهراءات من اجل استكمال الزيارة مع الوزير حمية برفقة الوزيرين ناصر ياسين وزير البيئة وأيضا برفقة وزير السياحة. كمية كبيرة جدا من الطيور نتيجة يعني انتشار القمح يلي أفرغ من أو يلي تناثر من الأهراءات، وبطبيعة الحال كان يعني خلينا هيدا الأمر أيضا بيئي بامتياز. ممكن يكون في لازال تسمم كبير، خلينا نشوف هناك مزيد. خلينا نشوف مع وزير السياحة ناصر ياسين. مع وزير الاقتصاد عملنا فحص على الحبوب وبعتنا أول دفعة لتنعمل كومبوست، في دفعة رايحة اليوم، في دفعة هتروح خلال أيام لتنعمل بريكات حطب صناعي. فمنكون يعني استفدنا بمعالجة بيئية لكل هذه الحبوب وما راح لا خطر انه يصير اعلاف انه في خطر للحيوانات الكروان، حوالي كومبوست او حطب صناعي، والحطب الصناعي راح يتوزع عبر الجيش على المناطق البارده على الحدود بالبقاع وبالشمال. قد ايه ممكن تاخذ وقت هيدي الخطه؟ نحن كنا ناطرين يصير الفحوصات النهائيه لطريقه المعالجه، بعتقد عمليه اسابيع قبل الشتاء ما هي. هيدا الامر ممكن يتطلب ايضا يمكن اجتماع مجلس وزراء، ممكن يتطلب انه مع تعقيدات سياسيه بمحل معين او انه لا هيدي متفقين عليها مع باللجنه الوزاريه ومع وزير الاقتصاد، وبكره حنعمل عنا مؤتمر مفصل ونفرجي السامبلز اللي عملناها. أكيد. شكراً دكتور. يعني مشاهدينا لا يزال الوزراء بوجود أيضاً محافظ بيروت بهذه الجولة بهذا الأثناء. مثل ما ذكر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بهذا التصريح لـ SBI بأنه كل هذا القمح رح يتم تحويله إلى حطب للتدفئة
ويتوزع على أيضا المراكز الأمنية على الحدود ومراكز الجيش اللبناني، وبطبيعة الحال حيكون مدروس بطريقة أن ما تأثر على البيئة وبطريقة بيئية بامتياز. وطبعا هذا الأمر راح يعلن عنه في مؤتمر صحفي في وقت لاحق. عم يحكي بتصريح اول شخص قبل اثنين. إذن الأهراءات يلي ممكن، خلينا هيدا بدنا نسأل عنه وزير الأشغال، إذا كان هناك وضع خطة لإعادة إعمار هيدي الأهراءات، إن كان حيتم هدمها، إن كان رح يكون في خطة بديلة عن الأهراءات بشكل سريع. ولكن نحن عم نحكي أكثر من عام ونصف عن الانفجار، وحتى اليوم لازالت الأهراءات على حالها ومحيط الأهراءات على حاله، ووضعت الحواجز لمنع الاقتراب منها. خلينا ننطر يعني الوزير علي حمية من أجل نسأله عن هذا الموضوع. دكتور حمية قبل ما نمشي، نحن على الهواء. دكتور حمية سوري، نحن على الهواء قبل ما نمشي. الأهراءات قد ايه بدها تضلها بعد يعني على حالها بدون وفقا للقانون مثل ما تفضل معالي وزير البيئة؟ وفقا للقانون الاهراءات هي من صلاحيات وزاره الاقتصاد والتجاره في الدوله اللبنانيه. نحن شريك اساسي، وبكره صباحا الساعه 9:30 الصبح عندنا اجتماع بالفيضيه بوزاره الاشغال العام والنقل بحضور معالي وزير البيئه، معالي وزير الاقتصاد، ومعالي وزير الماليه بالفيضية، لحتى نشوف موضوع الردم الموجود والركام والحديد والسيارات الموجود في مرفأ بيروت، إضافة إلى ذلك موضوع الإهراءات. ما في خطة يعني حتى هيدا؟ لا، في خطة موضوعة بوزارة الاقتصاد بطبيعة الحال. وبتمنى، أنا بتصور وزير الاقتصاد امبارح سؤل في اللجنة المشتركة في مجلس النواب، وبالتالي حكي عن الموضوع أنه في خطة موضوعة لموضوع الإهراءات. حنتابعها أكيد. شكرا لك دكتور علي. بطبيعة الحال يعني كما استمعنا في هذه الأثناء، هناك خطة وضعتها وزارة الاقتصاد، وكما قال أيضا الوزير حمية بأنه الإهراءات هي من صلاحيات وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى، وبطبيعة الحال سيتم التعاون فيما بين الوزارات الثلاثة، وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد، ووزارة النقل، ويعني وزارة النقل. بطبيعة الحال هيدا الأمر والأشغال العامة رح يكون بتعاون هيدي الوزارات الثلاث من أجل وضع أو استكمال الخطة يلي وضعتها وزارة الاقتصاد، ورح يكون في اجتماع صباح الغد من أجل هيدا الموضوع ومن أجل البت فيه. ربما يأخذ وقت طويل مثل كل الأمور يلي بتصير بلبنان، ولكن دايما في أمل لأنه نرجع ننهض من تحت كل هيدا الركام، لأنه بيروت ترجع تنهض من تحت هيدا الركام، ولأنه يرجع لبنان فعليا يستورد ويصدر من هيدا المرفأ يلي فعليا خسر قسم كتير كبير من إمكانيته ومن قدرته. وأيضا الدفاع المدني، خلينا يعني رالف ملاحي، نحن بهيدي الزيارة ورغم هيك عم تواكبوها أنتو من، وحتى أنا بتذكر يعني هلأ رجعت لي أنت بالذاكرة للحظة التفجير بعد ساعات قليلة، كنتوا موجودين بعد دقائق قليلة، بعد ساعات التقيت فيك تقريبا على بعد أمتار قليلة من الأهراءات أو يمكن حد الأهراءات، وقتها كنت عم تقلي أنه مش وقت أبدا أن نفكر بأي شيء تاني غير أنه نفوت على النار ونطفيها لنشوف مين فينا ننقذ بعد، وصرت تناشد الناس تنزلوا. اليوم قديه بس لترجع تجي على الأهراءات بتتذكر؟ أنا بس لأنه هلا ما بحق لي أنا صريح، أنا بمهمة سامحني. نحن بعدنا من وقت الانفجار بعدنا موجودين بمرفق بيروت، يعني نحن صار لنا مركز داخل المرفق، نحن مظهرنا لنرجع نفوت، نحن بعدنا مواكبين، نحن والجيش والقوى الامنيه عم نعالج حرائق، تسرب مواد كيميائيه والى ما هنالك. انا بعتذر منك، بحترمك. حنرجع اكيد ناخذ اذن تصريح وبنرجع بنعمل شيء معك رالف. شكرا. سلامه عامه داخل المرفق. يعطيكم الف عافيه، دائما يعني فعليا مش هينه تكون دفاع مدني، يعطيكم الف عافيه. سعاده المدير. هيدا اكيد، وبنتمنى لكم يعني كل السلامه وكل التوفيق، بانه مهماتكم ان شاء الله تكون على مستوى ما يكون فيها اضرار كبيره، وتكون قصص هينه تصيروا عم تعملوا يعني نشاطات بدل ما تكونوا عم تطفوا حرايق. يعني ان شاء الله يعني للاسف عملهم عم يكتر كثير بلبنان بالفتره الاخيره، والحمد لله هن جبارين بهيدي المعطيات، و
للأسف الدولة يعني مش بس مقصرة بحقهم إنما هيك لحقوقهم مثل كل الموظفين بالقطاع الرسمي. شكرا مشاهدينا الكرام يعني على هيدي المتابعة. وأيضا قبل ما نختم يعني عم نشوف كيف أيضا عم بيكون في هيدا الترحاب من قبل الوزير مع رالف مليحي يلي هو كنا شاهدنا نضاله من أجل حقوق عناصر الدفاع المدني، وأيضا شاهدناه بعدة محطات كان إلى دور في الدفاع المدني بالدرجة الأولى بإخماد الحرائق وأيضا بالكوارث يلي حصلت بلبنان، إن كان حرائق الغابات، إن كان تفجير بيروت، إن كان تفجير تليل وغيرها من الكوارث يلي كانت على رأس اللبنانيين. خلينا نسمع رالف شو عم بيقول. نحن مبسوطين، لا منروح لا حريق ولا غريق ولا شيء. يا رب نلتقى مرة تانية بكونوا أهالي الشهداء ابتسموا، هالجرحى شفيت والإهراءات معمرة بجهود الكل. الله يخليك، الله يخليك، ومشكور على لفتك تجاهنا. يخلي لي قلبك، خلي لي قلبك، خلي لي قلبك. الله يقويك، وإن شاء الله إن شاء الله أنا من ضمن موقعك كوزير أشغال عامة ونقل أي شيء أنا ضمن صلاحياتي الدستورية أنا قدامكم مشوار. نحن من وقت الانفجار بعدنا بالمرفق بيعرف سعادة المدير العام شيء بعد ما ظهرنا، لأنه معودين على مناقبية والضمير الموجود بدفاعنا. يخلي لي قلبك، يا أهلا وسهلا، خلي لي قلبك. إذا مشاهدينا كان هيدا اللقاء الودي ما بين الوزير حمية وما بين عناصر الدفاع المدني ورالف مليحي بشخصه. شكرا للزميل رالف مليح الشهيد. يعني للأسف معك حق رواد، للأسف يعني قد ما صار عندنا ليحة طويلة بالشهداء رجعنا أكدنا على ضرورة يعني إحقاق العدالة من أجل أنه فعليا يرتاحوا أهالي الضحايا ويرتاحوا أيضا الضحايا تحت التراب. شكرا للزميل رواد جرمينوس على نقل الصورة. الشكر لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.